الخير عبد الله، ايضا صباح الخير لك ساره. كما ذكرتم طبعا نحن نتواجد في مدينه الملك سعود الطبيه للحديث عن المضادات الحيويه والحمله التي اطلقتها مدينه الملك سعود الطبيه قبل فتره من الزمن للتحذير من خطوره استخدام المضادات الحيويه. طبعا الكثير يلجا الى المضادات الحيويه خصوصا في فصل الشتاء، يعني كما هو معلوم تنتشر الامراض الموسميه او الانفلونزا الموسميه، والتي يسارع بعض الاهل او بعض الاشخاص الى استخدام المضادات الحيويه لتسريع عمليه الشفاء، لكن هناك خطوره تكمن في استخدام هذه المضادات الحيويه. طبعا للحديث اكثر عن المضادات الحيويه والحمله التي اطلقتها مدينه الملك سعود الطبيه تنضم الينا الدكتوره امان البريكي، وهي مديره اداره الخدمات الصيدلانيه بالانابه بمدينه الملك سعود الطبيه. نرحب فيك دكتوره امان، نقول لك يعطيك العافيه، صباح الخير. هلا اخوي، صباح النور، اسعد الله صباحك وصباح المشاهدين والمشاهدات. طيب نتكلم عن الحمله اللي اطلقتموها انتم كمدينه الملك سعود الطبيه، والشيء نتحدث عن المضادات الحيويه، التعريف العام انتم في مجال الصحه، العاملين في مجال الصحه، تعريفكم للمضادات الحيويه. طبعا انت زي ما تعرف المضادات الحيويه هي عباره عن مجموعه من الادويه تساعد على توقف تكاثر البكتيريا، اللي يعطي الجسم فرصه لتقويه مناعته والقضاء على البكتيريا المسببه للمرض، الا انها تعتبر غير فعاله اذا كانت العدوى سببها سواء من فيروسات مثل الانفلونزا ونزلات البرد. الخطورة التي تكمن في استخدام المضادات الحيوية، أين تكمن الخطورة؟ غالبا يعني خطورة المضادات الحيوية كل ما زاد استخدام مضاد الحيوي زادت فرصة الإصابة بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. ليش؟ لأن البكتيريا زي ما هي تمتلك القدرة على الصمود أمام المضاد الحيوي، فهي ممكن يؤدي إلى إبطال مفعول المضاد الحيوي. المضادات الحيوية بشكل عام تقضي على البكتيريا الضارة، كما أنها يعني ممكن أنها تقضي على البكتيريا النافعة، اللي يؤدي إلى الاختلال بالتوازن الطبيعي في الجسم، ويؤدي إلى ظهور بعض الأنواع من العدوى الانتهازية كالفطريات. طبعا مدينة الملك سعود أطلقت يعني حملة توعوية كانت مواكبة لأسبوع توعية بالمضادات الحيوية. من ضمن النصائح قبل استخدام مضاد الحيوي لابد من استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي مضاد حيوي، عدم استخدام المضاد نتيجة مثلا لنصيحة أحد من الأقرباء، لازم أنه المريض يخبر طبيبه إذا كان عنده أي نوع من أنواع الحساسية حتى يتم اختيار المضاد الحيوي الملائم. طبعا ننصح كل المرضى في حال يعني صرف أي مضاد حيوي لابد من استخدامه وإتمام المدة العلاجية، يعني بحيث أنه إذا المريض حصل يعني أو شعر بأي تحسن لا يعني أنه لازم يوقف المضاد، لازم يكمل المدة العلاجية، لأنه ممكن إذا وقف العلاج قبل ما ينتهي المدة يؤدي مثلا لعواقب العدوى أخرى، أو ممكن يعني تدهور صحته. طبعا لابد إذا كانت الحامل أو المرضع وعندها أي التهاب أو عدوى بكتيرية أنها استشارة الطبيب عشان اختيار المضاد الحيوي المناسب لهذه الحالة. طبعا ننصح دائما المرضى أنه لا يعني يضغط على الطبيب بصرف المضاد الحيوي ولا يستعجل بالشفاء. زي ما قلت لك يعني الحين في ظل يعني تغير الأجواء من الصيف إلى الشتاء تكثر نزلات البرد والإنفلونزا، لا يعني أنها لابد من استخدام مضاد حيوي لها. غالبا البرد والإنفلونزا تحتاج القص من الراحة، الاكثار من السوائل، أخذ فيتامين سي، وزي ما إحنا في ظل الأجواء حاليا وظل هذه الظروف الإجراءات الاحترازية. عن أنواع المضادات الحيوية، هناك بعض الأنواع تكون عن طريق الحقن أو عن طريق السائل، لكن اختلاف أنواعها إيش اللي يحددها؟ طبعا المضادات الحيوية في منها أنواع كثيرة، في منها الشربات، في منها المحلول المعلق، في منها المضادات الموضعية، في المضادات اللي تأخذ عن طريق الوريد أو بالحقن، وهذه غالبا تناسب المرضى اللي يتم تنوينهم عندنا في المدينة. يعطيك العافية، شكرا لك دكتور. فيك شكرا جزيلا، يعطيك العافية. نعم سارة عبد الله، طبعا زي ما ذكرت الدكتورة أمان البريكي عن خطورة استخدام المضادات الحيوية ونصائح وإرشادات لمن تم وصف أو كتابة وصفة طبية له باستخدام المضادات الحيوية بأن يأخذ هذه المضادات الحيوية حتى الفترة التي يصرح فيها الطبيب أو التي يكون الطبيب يكتبها له من خلال الوصفة الطبية. طبعا خطورة المضادات الحيوية تكمن في امتلاك الميكروبات أو الفطريات لمناعة من استخدام هذه المضادات الحيوية، طبعا الخطورة كبيرة وخصوصا زي ما ذكرنا في هذا الفصل، فصل الشتاء.
شكرا جزيلا لك فيصل حاسن، وهذه رسالة لكل من يستهين بالمضاد الحيوي ويستخدمه من تلقاء نفسه، أنك ممكن تضر نفسك بشكل كبير على المستقبل، خصوصا أنه أيضا هناك تشديد من قبل طبعا كافة الجهات المعنية بعدم بيع المضادات إلا بوصفات طبية. يعطيك ألف عافية فيصل. يعطيك العافية.